في قتيل هنا يا واجل. قتيل؟ قتيل ايه؟ مفيش قتيل ولا حاجة. قتيل ايه؟ قتلت مين يا لوط؟ مفيش حد، ده انا ابويا هو اللي مدفون تحت لوحده. هنا. ابو زيد مين؟ ابو زيد؟ لا ابو زيد، والله العظيم استنى يا رمضان، يمكن عنده حق، ما تظلموش. نزلوا القبر يا رجاله واقفلوا عليه ويتصفى بقى هو ابو زيد ويشوف قتله غلطه ولا قاصد. لا 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 لا، ليه كده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ اهو مش 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 هينفع كده. ده انت حتى يعني خدت كل حاجه وانا غسلت كل حاجه. الضرب في الميت حرام يا هوجن. اكرم الميت دفنه يا بوزي. حي دفنه حي، ما ينفعش كده يا هوجن، ما ينفعش. سيبوني عشان كده حرام يا هوجن، ما ينفعش اموت كده. ومن اعمالكم صلت عليكم. تبت يا شيخ هوجن، انت توبتني، سيبني بقى. انا ماليش دعوه بالموضوع ده، ربنا اللي يحكم فيه. طب اقول لك على حاجه، اقتلني الاول وبعدين ادفني، يعني خليني اموت حلو، يعني ارحمني في موتي. وانت ما رحمتنيش في عيشتي ليه؟ اقول لك على حاجه، اعتبرني عبد ليك. خلاص انت عملت فيا كل حاجه حلوه، انت عملت فيا كل حاجه حلوه وتوبتني وخلتني زي الفل، بني ادم نضيف من جوه. انا عبد ليك. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، نزلوه. يلا. طب ثانية واحدة بقى، ثانية واحدة. أنت إيه؟ أنت نسيت نفسك ولا إيه؟ ولا صدقت شوية الكلام اللي أنا كنت بقوله لك دلوقتي؟ بقول لك إيه يا هوجن؟ موتة لطفي الحراق غير. انزل بالتراب يا راجل. هاي